السلام عليكم مشاهدين، كنتمنى تكونوا على خير وبين خير. اليوم جيت نشارك معكم الدجاج بالبصله والعطريه. صراحه زوينه، كتجي زوينه. ومن بعد عندنا هنا تقريبا 300 غرام 300 ديال الدجاج، كنقطعوه بهذه الطريقه هكا. المهم على حساب الناس، يقدر يديروا بزاف يقدر يديروا غير شويه حساب الدجاج. وعندي هنا 4 البصلات، وعندي هنا 2 ريوس ديال الثومه، وعندي هنا الكنور ديال الدجاج نجيبو من المغرب، ما كنشريهش هنا ما كيعجب. عندي هنا الربيع، قزبر والمعدنوس قطعتو، وعندي هنا شويه ديال الهريسه والملحه والوراق ديال سيدنا موسى وقزبر حبوب. البزار عندي هنا شويه، معلقه ديال البزار، معلقه ديال الحرقوم، معلقه ونص ديال سكينجبير. خليكم معايا. مهم غادي نقطع هاد البصلات مزيان، نسيت ما قلتهاش لكم، قطعهم رقيق يعني نقطعوه صغيور، نشلضوه صغيور. وغادي نزيد طبيعه الحال شويه الزيتون، شويه الحامض، غادي نزيد شويه النص ديال الكنور، نخلطو معاهم ونخلي النص حتى الاخر. وغادي نزيد واحد الحاجه هنا، شكون فيكم اللي عارف هذا؟ السمن، طبيعه الحال السمن البلدي والحار. المهم غندير واحد شويه، غير شويه غادي نزيدو. وغادي نحركو مزيان شويه هكا، غادي نخلطو بلا زيت حتى الاخر، عاد كنزيد الزيت. كاين اللي كيزيد شويه د الماء، حنا درت شويه د الحمض، ما نقدرش نزيد الماء، خلي شويه هكا، عاد نزيد عليها شويه ديال السمن بطبيعه الحال، ندخلو مزيان باش يحيد شويه الزفوريه. فوالا، خلي شويه، هاو نص ديال كاس ديال الزيت بلدية، غادي نخويها كاملة، حيت هو راه كيبغي الزيت وكيشرب مزيان الزيت مع البصلة. البصلة ديالنا قطعتها كاملة، دابا غادي نخلطها مزيان مع الدجاج. صراحة كتجي زوينة واعرة، خليها غير في الفرن طيب مزيان غير بشويه، نقصو عليها وخليوها وغطيوها بالالومنيوم ونخليوها تقريبا ساعه وهي كطيب. غادي نزيد الربيع ديالنا، صراحه انا هذا الشيء كيجي مع كنديروه على حساب الغدا، حيت غنديروه على حساب غدا. خليه مزيان، خلط هادشي ونرجع لكم. انا خلطته مزيان، وغادي نزيد واحد الملعقه ديال لاصوص طوماط باش تعطي مزيان اللون ديالو محمر. غادي نخلط ونرجع لكم. الصراحه غندير في هادي، غادي نستفو مزيان في هادي الطريقه هكا. انا كملت الدجاج بهذه الطريقه، دابا غندير عليه هذه البصله كامله.
غادي نزيد عليهم هاد الاوراق سيدنا موسى، نحاول ندخلوهم للداخل. يلا نخلي ندفعوه الفرن، نشعل الفرن. صراحة شتي واش من شتي وعقبال المغرب ان شاء الله. انا رجعت لكم. مهم غادي نسد مزيان ببابي لامينيوم، ورا درت زدت عليه شويه كنور من الفوق باش يهبط مع طلق شويه البنه. والفرن ديالنا راه سخون، خاصكم ديروه نيشان من التحت. فوالا ديروه نيشان من التحت، بهاد الطريقة هادي. وندير ليه واحد تقيلة صغيرة هنا باش تخرج مزيان النفس بحال الكوكوت. يلا خليكم معايا. دابا غنديرو نيشان في الفرن. فوالا هانت يا خوتي، ها هي البصله كلها هبطات طاب تقريبا كاعون سانك مينوت، 45 دقيقه اللي دوز. غادي ندورو هكا نخليه يتبرد. درتو شويه في الوسط، ما بقاش في الاولى، واللي درتو في الثانيه تقريبا واحد ربع ساعه غادي نطفي عليه. ها هو التاج ديالنا طايب. غادي نحط شويه لبنتي الصغيره. هوب نهز شويه لاصوص. وبالصحة والراحة، وهنا كيتسالى الفيديو ديال الفيديو الآخر.